لا يمكن أن يعيش أي مواطن بأقل من راتب 500 ريال عماني. في أسر أقسم بالله العظيم ما عندهم حتى يدفعوا فاتورة الكهرباء، الراشن صعب عليهم، مصاريف الحياة، البنك، التمويل، وين يقسم راتب 500 ريال عماني؟ ما بالكم الناس اللي راتبها 325 ريال عماني؟ هذه أنا مستغرب والله كيف عايشين. وقبل فترة سمعنا تغريدة أحد قال والله يقدر نعيش المواطن حتى براتب 325 ريال، وجاء الرد من الكثيرين قسم 325 ريال. يا جماعة نحن ترى دولة خليجية، شو اللي قاعد يصير؟ حقيقة غلى المعيشة، غلى كل شيء، غالي الفواتير، الكهرباء، الماي، مصاريف، الناس ما قادرة تعرس. يعني حقيقة الوضع صاير أصعب مما كنا عليه في السابق. إلى متى سيتم هذا الحال؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.